أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لآية الله مكارم شيرازي موسوعة تحت عنوان نفحات القرآن. هذه الموسوعة عبارة عن تفسير موضوعي للقرآن الكريم. شنو يعني تفسير موضوعي؟ احنا عندنا تفسير ترتيبي، يعني المفسر يأتي سورة الفاتحة يشرحها، بعدين يأتي سورة البقرة يشرحها، وهكذا يمشي بترتيب المصحف. هذا يسمونه تفسير ترتيبي. وعندنا تفسير موضوعي، يعني يختار موضوع من موضوعات اللي مطروحة في القرآن الكريم ويجمع الآيات اللي موجودة في القرآن حول هذا الموضوع، ثم يقول بأن القرآن الكريم تحدث عن هذا الموضوع. مثلا عن توحيد الله، القرآن تكلم عن توحيد الله بالصورة التالية 1 2 3 4. هذا يسمونه تفسير موضوعي. فنفحات القرآن موسوعة عبارة عن تفسير موضوعي من عدة مجلدات. واحدة من هذه المجلدات الجزء الرابع تحت عنوان المعرفة، الصفات وجلال الله. يعني هي تكلم عن صفات وأسماء الله الحسنى. فعندنا احنا 4 آيات قرآنية ذكرت الأسماء الحسنى لله عز وجل. عندنا سورة الأعراف آية 180، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى. هذه أول واحدة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عندنا في سورة الإسراء آية 110، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعندنا مورد ثالث في سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. المورد الرابع في سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والمرحوم المنشاوي عنده تجويد جدا جميل لهذه الآيات من سورة الحشر، الآيات الأخيرة اللي فيها أسماء الله وصفات الله بعضها يعني، وهذه الآية من ضمنها. طيب، شنو أهمية أن الإنسان يتعرف على هذا الباب، يعني صفات الله وأسماء الله عز وجل المذكورة في القرآن أو في بعض الأحاديث؟ أولاً بعض الأحاديث تقول بأن عندك ثواب من تذكر هذه الصفات، وأسماء الله الحسنى من تذكرها مثلاً تقول يا رحيم يا رحيم كذا لك ثواب، أو لما مجرد أنك تسردها لك ثواب. وبعض الرواية أيضاً يعني تكلم عن بركة هذه الأسماء، بركتها تأثيرها، بحيث أن أنت مثلا لما تقول في رواية تقول إذا قلت أنت 10 مرات يا الله، الله يستجيب دعائك، هذه بركة من بركات اسم الله عز وجل، وهكذا. لكن أكو بعد آخر عملي يرتبط بحياتنا، وهي أن إحنا نستلهم من صفات الله عز وجل ما يمكن أن نستلهمه، بحيث أن نتخلق بأخلاق الله. يعني لما احنا نذكر مثلا صفة الرحمة عند الله، الرحمن الرحيم، ناخذ هذا الامر، ايش كثر الله سبحانه وتعالى رحيم، احنا يكون نسعى قدر الامكان حسب طاقتنا حسب امكاناتنا ان تكون عندنا رحمة، رحمة بخلق الله سواء بشر كانوا او غير بشر، صح ولا لا؟ بعد لما انت تي مثلا لصفة من صفات الله انه السلام على سبيل المثال، أو أن الله عز وجل هو العليم وصفة العلم عند الله عز وجل، وهكذا تستلهم من هذه الصفات بعض المعاني التي يمكن للإنسان أن يحقق منها ولو بشكل نسبي. طبعا ما ممكن للإنسان أن يسامي ويتسامى إلى صفات الله عز وجل حقيقة، ولكن يستلهم منها المعنى، وهذا المعنى يحاول أن يطبقه في حياته، يتخلق بأخلاق، فيتخلق بأخلاق الله عز وجل بالنسبة اللي يستطيع. طيب، الآية الأولى ولله الأسماء الحسنى في سورة الآية الأولى سورة الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعلق الشيخ ناصر مكارم يقول هذه الآية حذرت الناس من تحريف أسماء الله. يعني لما الله قال هني ولله الأسماء الحسنى، لماذا ذكر هذا الأمر؟ يحذرهم من تحريف أسماء الله عز وجل، بحيث يعطي معنى غير معنى الصحيح، أو بحيث ينسب لله صفة لا تناسب الله عز وجل، ليست من صفاته، أو يعطيه اسم ليس من أسماء الله عز وجل. واضح شو؟ الآية الثانية اللي هي من سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقول ليش نزلت هالآية؟ يقول يبدو أن هذه الآية نزلت لأن بعض المشركين لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وآله يقول يا رحمن، قالوا ما عرفنا لك، هو الله ولا الرحمن؟ عرفت شو؟ يعني أنت جبت لنا اسم جديد. فالآية شو تقول لهم؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. تقول يا الله أو يا رحمن، تمام؟ تقول عبد الله أو عبد الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالرحمن من الأسماء الحسنى، فممكن أنك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتصف الله عز وجل وترفع ايدك بالدعاء، هم شو تقول؟ يا رحمن، صح ولا لا؟ عندنا الآية الثالثة، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أول شيء هذه من سورة طه، بالبداية مجموعة من صفات الله، تنزيلا يعني القرآن الكريم، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهني مجموعة من الصفات ذكرت، ثم جاء وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وبالتالي يقول سبحانه بامتلاكه هذه الأسماء والصفات الحسنى والمنقطعة النظير يليق لمقام الألوهية والربوبية، ولا أحد يليق لذلك سواه، ويليق به أن ينزل، هذا من عندي إضافة، أن ينزل الكتاب على النبي الذي هو اختاره ليكون نبيا ورسولا للناس، صح؟ طيب. الآية الأخيرة هو الله، سورة الحشر، اللي هي مجموعة من صفات الله عز وجل قبل وبعد، قبل هالآية وبعدها، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. طيب، فهناك مجموعة من صفات، يقول من صفات الجمال والجلال ذكرت في هذه الآيات. شنو يعني صفات الجمال وصفات الجلال؟ صفات الجمال هي الصفات التي نثبتها لله عز وجل وتليق به، صفات الجمال هذا. صفات الجلال باللام يعني شنو؟ التي نجل الله عز وجل عنها، ننزه الله عنها. في آية الكرسي احنا شنو نقول؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم صفات شنو؟ جمال، نثبتها لله، الله حي، الله قيوم، لا تأخذه سنة، هذه صفات شنو؟ من صفات الجلال، نجل الله عن أن إن لا تأخذه سنة، سنة يعني الغفوة، ولا نوم، نجل الله عن أنه ينام، ليس كمثله شيء، نجل الله عن أن يكون أي شيء مثله، بعد مثل شنو؟ لا شريك له، نجل الله عن وجود شريك له. أي نعم. لا تدركه الأبصار، نجل الله عن أن الأبصار تدركه، هذه صفات الجلال يسمون. فالله سبحانه وتعالى له صفات الجمال وله صفات الجلال. طيب، في التشهد ملاحظة، عديد من الفقهاء يقولون انتبهوا، يعني الآن ما نقول أن الصلاة تبطل أو شيء من هذا القبيل، ولكن يقول انتبهوا صححوا التعبير عندكم
في بعض مقدمات التشهد الاستحبابية. من المقدمات الاستحبابية، من الإضافات على التشهد، هو التشهد من وين يبدأ؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صح؟ هذه البداية. فلو بديت من هني أنت ماشي صح، لكن من آداب التشهد، من الإضافات المستحبة، شو تقول؟ بسم الله وبالله والحمد لله كما هو أهل، أو الحمد لله كما هو أهله، أو الحمد لله بعد، وخير الأسماء لله، أو والأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى كلها لله. البعض شو يقول؟ وخير الأسماء الحسنى لله. يقولون هذا مو عدل، مجموعة من الفقهاء يقولون هذا التعبير مو عدل. وخير الأسماء الحسنى، هي كل الأسماء الحسنى لله، مو خيرها، الأسماء الحسنى كلها لله، مو بس خيرها، واضح؟ فيقول هذا التعبير مو دقيق. فبعض الفقهاء يقولون إما تقول وخير الأسماء لله، أو شو تقول؟ والأسماء الحسنى كلها، واضح؟ صلى على محمد. ما هو عدد الأسماء الحسنى؟ في عندنا روايات تقول أن عدد الأسماء الحسنى كم؟ المعروف 99، صح؟ مثلا عند السنة موجود في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، مسند أحمد، وعندنا إحنا أيضا في كتاب توحيد الشيخ الصدوق مثلا عن الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الأسماء الحسنى، وهي الله الإله الواحد الأحد الصمد الأول إلى آخره. وبعدين قعد الشيخ الصدوق شرحها، شرح كل واحدة منها شنو معناها. طيب، لكن في رواية ثانية تقول أسماء الله الحسنى أكثر من 99، أكثر، بل عندنا في دعاء الجوشن الكبير توصل إلى كم؟ 1000، يعني أكثر من هالرقم بأكثر من 10 مرات. شو يقول الشيخ ناصر مكارم هني؟ يقول ها، هذا صح وذاك صح، شلون هذا صح وذاك صح؟ يقول هذه 99 هي أهمها، هي أبرزها، واضح شلون؟ فكلها هي من صفات الله، كلها هي من أسماء الله، ولكن هذه 99 لله عز وجل، 99 اسماً عن الإمام رضا عليه السلام، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لله عز وجل 99 اسماً، من دعا الله بها استجاب له، ومن أحصاها دخل الجنة. يعني الشيخ ناصر مكارم يقول بعد أنتم مو تصيرون كلش حرفيين، يعني بمجرد ما تحصيها تقولها. الحين إحنا بالمسجد على الطوفة هني حاطين الأسماء الحسنى، تقعد باليوم إيش كثر يأخذ منك وقت؟ 2 دقيقتين 3 دقائق تقراهم وتدخل الجنة؟ يقول لا، مو بهالمعنى، وإنما تقراها عن ماذا؟ تدبر، تؤمن فيها، تعمل بها، تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى كذا، لما نتأثر فيك راح تكون هي طريقك لماذا؟ للجنة، واضح؟ صلوا على محمد. إن شاء الله يكون لنا جلسة أخرى مع أسماء الله وصفاته، ناخذ بعض الأسماء كذا نشوف لها شنو المعاني اللي طارحين لها، وش كثر احنا ايضا ممكن نستفيد منها في حياتنا. والحمد لله رب العالمين.